ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا شنو وقع لتلميذة في الباك، جابوا لها الإسعاف. في أول أيام اجتياز امتحان البكالوريا لسنة 2024 دخلت شابة تجتاز الامتحان في حالة هستيرية، مما استدعى نقلها عبر سيارة إسعاف إلى المستعجلات بمدينة سطات من أجل أن تقدم لها الإسعافات الضرورية. هذا وانطلقت صباحة اليوم الاثنين الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا، دورة يونيو 2024 على الصعيد الوطني، صباحة اليوم لتستمر على مدى 3 أيام، 10، 11، 12، و13 من يونيو 2024، والتي تعرف تنزيل حزمة إجراءات وتدابير عملية تهم هذا الاستحقاق الوطني، أبرزها أن توحيد الإجراء في جميع الشعب. الفتاة التلميذة أول مترشحة اللي كتخرج وهي في واحد الحالة هستيرية، يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الأول كنحاولوا ننقلوا لكم على المباشر من القلب ديال الثانويه التاهيليه بن عباد لاول مترشحه اللي خرجت وهي في واحد الحاله.